لا تبخل علينا بالاشتراك والإعجاب. ازيكم أعزائي المشاهدين، ده الفيديو للجزء الأول من اليوم الرابع ليا في دولة أذربيجان. في الفيديو ده هنزور مسجد جمعة التاريخي وهنركب التلفريك في منتجع جبل طوفان داغ. أهلا بكم في قناتي أعزائي المشاهدين، قناة مصري بولو اللي من خلالها بنكتشف العالم ونقدم لكم معلومات شيقة عن الدول والثقافات المختلفة. مدينة شوماخي تبعد حوالي 120 كيلومتر من مدينة باكو، وهي مشهورة بزراعة العنب وتصنيع النبيذ. مسجد جمعة في شوماخي يعتبر أقدم مسجد في دولة أذربيجان، تم بناؤه سنة 743 ميلاديا. يسع المسجد حوالي 1500 مصلي، تم ترميمه عدة مرات من زلزالي شوماخي سنة 1856 و 1902، ومن حرقه من قبل الأرمن سنة 1918. خلصنا زيارة مسجد جمعة واحنا في طريقنا لمدينة جبالة او جبالة. طول ما انتم شايفين في الطريق هتلاقوا ناس بتبيع فواكه وفواكه مجففة، بس منصحكوش تاكلوا الفواكه المجففة، ما عجبتنيش. هتلاقوا المناظر الطبيعية الجميلة والغابات على جنبين الطريق زي ما انتم شايفين كده. وصلنا منتجع جبل طوفان داغ عشان هنركب التلفريك. تذكرة التلفريك ب20 مناط وهتركبوا فيها 2 تلفريك، وبرضو في تذكرة تانية ب15 هتركبوا فيها تلفريك واحد. احنا حرفيا فوق السحاب.
ما تنسوش تتفرجوا على الجزء التاني من اليوم الرابع قريبا، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعار حتى يصلكم كل جديد.